ترعى الحصينة بالنبي بالمدينة، وأول البقر المذبح ببعض الشهادة تصيب أصحابه، وأول الثلم في سيفه بمصيبة تصيبه في أهل بيته، وأرادهم أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوا في المدينة. وكان عبد الله بن أبي رئيسا من رؤساء الأوس والخزرج، القبيلة التي ناصرت النبي، ولكنه كان امرأ عليه جزء من النفاق، لم يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، ثم أمر قومه أن يتابعوه بعد أن انتصر النبي في بدر الكبرى، وقال لهم إن هذا الأمر استقام. فكان رأيه أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه كرأي عبد الله بن أبي، ولكن أصحابه رأوا أن يخرج إلى القتال واشتدوا في هذا، فرأى أن يصير إلى رأيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل المشورة وكان يهتدي بهدي الله، ومن هدي الله أن أمر المسلمين شورى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لبس لأمة حربته حربه لأمة حربه أي درع الحرب، وقال لهم نريد نخرج إلى المدينة. فأصحابه رأوا أنه كان كارها للخروج، فقالوا له إذا نقاتلهم في المدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لبس لأمة حربه، ما كان النبي لبس لأمة حربه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين القوم. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. لاحظ الآية قالت فاعفوا عنهم، العفو بسبب أنه لما خرجوا أولا خالفوه، يعفو عنهم لأنهم خالفوه وهو ملهم، ولكن الخلاف في الشورى ليس فيه شيء، لأن الناس لا ينبغي أن يحملوا على رأي واحد. في بدر الكبرى قبل القتال النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالناس في منزل، الحباب بن المنذر قال له هذا المنزل ليس حسن، وسمع كلام الحباب. فهذا أمر. الشيء الآخر أنه أمرهم عند القتال صف منهم فرقة كاملة قريب من 70 أو صف منهم 70 رجلا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير الأنصاري، عبد الله بن جبير الأنصاري، وأمرهم أن لا يتحركوا من موقفهم. انتصر المسلمون، انتصر المسلمون أم انهزموا؟ أمرهم أن يحموا ظهور المسلمين، وانتصر المسلمون في أول الحرب واندفعوا وراء الغنائم، فرغب الرماة في الغنائم وخافوا أن تفوتهم. وأمرهم أميرهم أن يبقوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفوه. وكان في الجيش على خيل قريش خالد بن الوليد، وكان رجل حرب موهوبا فيها، فرأى أن الرماة تركوا موضعهم فهجم، واضطرب صف المسلمين وحدث فيهم قتل، وفر جماعة منهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاح صائح إن رسول الله قد قتل، وكادت تنفل شوكة المسلمين لولا أن ثبت الله بعض المسلمين يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو طلحة الأنصاري، منهم أبو دجانة، منهم علي بن أبي طالب، منهم طلحة، منهم سعد بن أبي وقاص، عدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، منهم الحارث بن الصمة. هؤلاء قاتلوا قتالا شديدا. وكعب بن مالك رأى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه، وضرب المشرك رمى أحد المشركين رسول الله بصخرة شجت فلقته في رأسه، وانكسرت رباعيتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السن يقال لها رباعية بفتح الراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا مدبرا غاية التدبير، أمر أصحابه الرماة أن لا يتحركوا فتحركوا خلافا له، وكانت تكون كارثة لولا أنه صلى الله عليه وسلم كان قد دبر
سبيل النجاة بتوفيق من الله من هذا المأزق، فسلك بالناس الشعب وصعدوا في الشعب وأمر عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان من الذين انهزموا ثم عاد، فأمره أن يقاتل المشركين الذين كانوا يريدون أن يصعدوا الجبل. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالله إذا عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعفو فعفى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الذي قتل حمزة وهو وحشي، جاءه فيما بعد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي قتل بها حمزة فوصفها، فقال له: غيب وجهك عني. وأسلم وحشي وكان من الذين شاركوا في قتل مسيلمة، فبعضهم يقول قتله هو وبعضهم يقول قتله أبو دجانة الأنصاري. ووحشي لما قتل القتلى رأى قال: ذهب إليه أنصاري بسيفه ورميته بسهمي، فالله أعلم أينا قتله. فوحشي مع هذا كانت له دقة ووصف المقتلة التي قتلها لسيدنا حمزة، وآمر الله رسوله بالعفو عام عنه، عفى عن وحشي، عفى عن المسلمين الذين خالفوا، عفى عن عبد الله بن أبي وكان منافقا وحرض الناس على قصة الإفك في سيدتنا عائشة، عفى عن أهل مكة في عدوانهم عليه وخصومتهم له وشدتهم في ذلك، فقال لهم: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن شاء الله نعود إلى هذا الباب وأحدثكم عن ما ذكرت لكم أني سأبين لكم في بعض المواضع التي مررت عليها في هذه الكلمة في وقت مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.